خير يا دكتور، شفاها الله وعافاها اختنا الفاضله. مساله الحجامه في الظهر عشان الغضروف، هل يجوز للمراه ان تقوم بعمل حجامه للمراه؟ لان طبعا مش هيكون رجل اللي هيعملها للمراه يعني. نعم، ما هي السؤال لو عن المراه ما هو مفيش اشكال، ما هو والحجامه مطلوبه، والنبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء ما مر على ملأ من الملائكه الا قالوا يا محمد عليه الصلاه والسلام اوصي امتك بالحجامه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يكون ان يكون الشفاء في ثلاث، فقال في شرطه محجم اللي هو الحجامه، نعم، وفي شربه عسل او لدغه نحل العسل يعني، وكيت نار ولو احب الكي. فالحجامه مطلوبه، احتجم النبي عليه الصلاه والسلام. فان كان في اختها تحجمها خلاص. طب لم تجد هذه الاخت ولا مفر من وجود رجل، هو نوع من الطب، تقدر الضروره بقدرها بضوابط العرض على الطبيب، ما هو نوع من الطب، يبقى لا بد من وجود محرم معها، والمكان فقط الذي ستجري فيه تجرش فيه الحجامه وفقط الذي يظهر. لكن لو وجدت امراه الاصل ان تبحث عن امراه وموجوده على فكره. نعم، هذا معروف ومشهور كمان.